يعاقب عليها القانون. حرق مع حضرتك للجريمة واشوف العقوبة شكلها ايه وممكن تتنفذ ولا لا. بس استاذة فريدة النقاش. فريدة الشباشي انا اسف معلش، ما هو الازمة مخليه الواحد يتلخبط. شايفانا بنتصرف صح؟ شايفة هل يمكن استغلال هذه الازمة استغلال ايجابي؟ انا ممكن اقف عند برضو حكاية المصطلحات بتاع القوة المفرطة. طبعا انا شايفة ان احنا بتتسكلنا عبارات لا ليها دعوة لا هو تعبير دبلوماسي ولا هو تعبير قانوني، هو تعبير امريكي اسرائيلي بس ببساطة. يعني لو طفل فلسطيني مسك حجر وضرب بيه واحد محتل وواقف على ارضه، ده في الحالة دي بيبقى ارهابي. انت شفت في اطفال قد كده معتقلين؟ طبعا ده ما بيحصلش في العالم كله. ولما بيجي اسرائيل تيجي مثلا في غزة وتموت 1430 بني آدم من ضمنهم أطفال كانوا بيتشووا بالقنابل الفوسفورية وعجائز وتهديم بيوت وكل اللي انت عايزه، فده قالك انه التقرير بتاع جولدستون ما كانش متوازن لانه اغفل. يعني كان لازم يقول ان الصواريخ البدائية بتاعت حماس يعني زي الفوسفورية والدايم والحاجات دي كلها. فانا عايز اقول ان احنا بندخل، احنا رأيي ان اكبر خطأ وقعنا فيه عشان ما اقولش كلام وتجاوز اقول اكتر من كده، لما يعني رضخنا للمصطلحات الاسرائيلية. يعني النهاردة اسرائيل واقفة بتتكلم عن كفاح شعب تحت الاحتلال بتقول دول ارهابيين، يعني منظمة حماس ارهابية، والشعب الفلسطيني الـ2 مليون دول برضو ارهابيين، واحنا ماشيين في الكلام ده. زائد بقى انه النهاردة انا سمعت مسؤول في الخارجية، افتكر نائب وزير الخارجية نائب أفيغور ليبرمان، يعني راجل حقيقة معروف باعتداله وبانه هو راجل سلام وراجل محترم، يعني كان حارس كباريه ارهابي عتيد يعني. ارهابي عتيد فعلا. يعني هذا الرجل وقف النهاردة قال نحن لا نخشى احدا. انا بس بسأل سؤال، لو عرفنا نجاوب عليه هنعرف نحط لنفسنا الموقع اللي لازم واللي لازم نصارح نفسنا بيه. هل حد متصور ان هذه الدولة اللي هقول تجاوزا انها مكونة من 5 مليون وبيساعدوها 15 مليون برة ممكن تدخل؟ يعني الصومالي اللي بيعمل ربع كده بيقولوا عليه قرصان ويموتوه، دي سموها كده اخترعوا لها حاجة ظريفة اسمها استخدام المفرط في القوة، وراحت في اعالي البحار يعني المياه بتاع العالم مش بتاعتها، ومع ذلك راحت وضربت وقتلت وقالت نحن لا نخشى احدا. يبقى في قوى، مش قوة واحدة، في قوى حطت الدولة دي هنا عشان توقف نمونا. انا رأيي ان هذا المشروع، انا رأيي طبعا انه المشروع هينتهي، اكيد هينتهي ان شاء الله، ان شاء الله لازم ينتهي لانه ضد الطبيعة. لكن انا شايفة ان احنا بنرضخ وننصاع لما يصق لنا من تعبيرات، ومن ان احنا النهاردة ما احناش عارفين، عمرنا ما سألناهم ازاي تقال على الفلسطين ارهابيين، ازاي يستخدموا اي حاجة. ده انا بستأذنك بس، دي مظاهرات مصرية امام وزارة الخارجية، احنا متظاهرين في قلوبنا كمان. انا عايز اقول لكل الناس اللي بيشوفونا النهاردة ان احنا كلنا قلوبنا بتتحرق النهاردة، لانه اللي احنا فيه ده غير الجبروت وغير الاجرام وغير الدولة بلطجي بتاع المنطقة. يعني النهاردة اسرائيل بتقول لنا انتوا هتعيشوا معايا كده، انا اعمل اللي انا عايزاه، واحنا مكبلين باتفاقيات. يعني هي اسرائيل احترمت ايه من الاتفاقيات عشان احنا نحترم اتفاقياتنا معاها؟ يعني ليه؟ يعني ليه احنا مثلا؟ وحتى انا على هو حضرتك شايفة ان في هذا الموقف الدور المنتظر هو دور مصري؟ انا شايفة انه زي ما تفضلوا الاساتذة هو دور للانسانية كلها والعالم كله، بس هو بالدرجة الاولى هو دور عربي، وهو كمان بالدرجة الاولى اكتر دور فلسطيني. فانا النهاردة مش عارفة اقف انا مع مين، اقف مع غزة ولا اقف مع الضفة؟ يعني حتى الفلسطينيين مزقونا، انا بصرخ بقول لهم اتحدوا اعملوا معروف. طيب انا هاخد من جملتك لسيادة الوزير احمد ماهر، اسرائيل لا تخشى احدا، ايه ورقه الضغط اللي ممكن نضغط بها على اسرائيل؟ ايه اللي ممكن يخوف اسرائيل اذا كانت لا تخشى الامريكان ولا تخشى الاوروبيين؟ لا تخشى العرب. لا هي معتمده على كده، ما هذه هي اسرائيل بتقول كده وبتتحدى العالم طبعا. انما هي النهارده وجهت عدوان للعالم كله الحقيقه. يعني انا لا استطيع ان اجد دوله تستطيع ان تفلت من انها مسؤوله
عن انها ترضع اسرائيل عما قامت به. طبعا انا مش هقول لك ان امريكا هتحارب اسرائيل او دوله، انما النهارده يعني فعلا اسرائيل بتتحدى العالم كله. يمكن دي اول مره من زمن طويل جدا ان اسرائيل مش بتتحدى العرب بس، بتتحدى العالم كله، لان هذه السفينه فيها رعايا من دول صديقة لإسرائيل، دول لها علاقات طيبة بإسرائيل. يا أمريكان. فأمريكان، فإسرائيل بتقول إيه؟ أنا لا أخشى أحدا، يعني أنا لا أخشى أمريكا ولا أخشى إنجلترا ولا أخشى أوروبا ولا أخشى أحد. دي مسؤولية العالم، هذه الدول عليها مسؤولية ويجب أن نؤكد عليها أنها مسؤولة لمواجهة هذا التحدي معنا، يعني ما هوش دول مصري وحده ولا دول عربي وحده، دول دولي يجب أن نواجهها به. مصر يمكن والدول العربية عليها دور أكبر وعليها مسؤولية. إيه اللي ممكن يخوف أكبر إسرائيل من العالم العربي؟ أو إذا كان يحكم العالم المصالح، ما هي المصالح التي يمكن أن تكون رادعا لإسرائيل أو تخليها تعيد حساباتها تجاهنا؟ أنا مش عايز أتكلم في إجراءات ممكن أن تتخذ إجراءات عملية، إنما عايز أقول إيه؟ ده أنا اتكلمت في لغة المصالح مش في إجراءات سياسية. أنت لغة المصالح، المصلحة الأساسية أعتقد للعالم كله ان هو يتفق معنا في هذا الموقف الواضح جدا، يعني ده موقف ما فيهوش اي غموض. دي اسرائيل بتقول انا لا اخشى احدا، بتقول يا عالم انا بضرب السفينه دي في عرض البحر، القراصنه زي ما قال بتاع الصومال دول ألعن منه، موتوا ناس، قتلوا ناس، نزلوا بالطيارات على سفينه مسالمه. طب هنشوف العالم بيعمل ايه؟ اذا العالم كله ما كانش يقدر يعمل حاجه يبقى ما فيش امل، يبقى ما فيش امل. إنما العالم الذي يعطينا دروسا في السلام وحب السلام والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان عليه أن يتحمل مسؤوليته. نعم. وأنا أعتقد أن هذه هي اللحظة الحاسمة التي تثبت هذه الدول اللي عمالة تدي دروس للعالم أنها قادرة على أن تطبق ما تنادي به. يعني كفاية جولدستون ده عدى الموضوع والناس نسيت جولدستون. المحكمة الجنائية الدولية مفروض ان هي تعمل، مش بس تروح لدول صغيرة ورؤسائها وتتهمهم وعايزة تحاكمهم. هذا الليبرمان وهذا النهاردة لما شفنا وزير الدفاع الاسرائيلي بيتكلم وهو يبتسم فرحانين طبعا كلهم بيبتسموا، نتنياهو اللي بيدعم جيشه الى ما لا نهاية، ده بيعتبر النهاردة الرجل الاسرائيلي ده اللي كان بيتكلم وغيره وغيره بيعتبر أكبر دليل على إرهاب غزة الجندي شليط. طب يعني ما هو ما هي برضو يعني إحنا في لمح البصر قتلوا ما يقرب من 19 حتى إحنا الآن. إحنا حتى كمواطنين بلاش عرب، حتى إحنا كناس بننتمي للإنسانية من حقنا إن إحنا نحزن إن إحنا واقفين قدام دولة بهذا العجز، وهي على واحد جندي كمان، يعني مش مدني. جندي ده كان اكيد معاه سلاح وكان مستعد لاداء المهام النبيله بتاعته يعني، ومع ذلك قلب الدنيا علينا، ومع ذلك بتقتل مننا الاف. ليه؟ ايه اللي رخصنا كده؟ انا يمكن مع سياده الوزير يعني انا مش قوي بعول على العالم والمجتمع الدولي، انا ما بسمع كلمه المجتمع الدولي بضحك، لان المجتمع الدولي ده ليه الـ 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 الحاجات بتاعته زي ما قلت لك، وليه التعبيرات بتاعته، وليه وامننا امن الولايات المتحده، امن اسرائيل من امن الولايات المتحده، والمانيا مديها 3 غواصات نوويه قريب. احنا لازم نفوق ونعرف ان احنا بنواجه وعلينا، ان مش ضروري، انا ما بقولش ان احنا نعمل، انا معاك في حكايه المصالح حتى الاقتصاديه. انت النهارده كل الاموال العربيه اللي بتروح في البنوك الامريكاني، اخي ما توديهاش في البنوك الامريكاني، هاتها هنا اعمل استثمارات. خلي التصورات اطلع فاصل وارجع تاني، بس ماشي. هنرجع نتكلم فيه. طب ايه هي العقوبات؟ وهو في امل بالفعل؟ هل هي فرصه تاريخيه ان يتحد العالم بعد ما شاف بنفسه الوحشيه الاسرائيليه، ولا هي حاجه وهتعدي وترجع اسرائيل كسبانه ونرجع احنا نخاصم بعضنا ونخاصم حكوماتنا على سلبيتها؟ بعد الفصل.